مرحبا، اليوم رح نعمل بروجيكتور بطريقة كتير بسيطة. رح نحتاج لكباية كرتون، رح نقص القاعدة، بعد ما قصينا القاعدة نجيب ورقة شفافة ومنقص تقريبا قد حجم قاعدة الكوباية ومنلزقها على القاعدة. بعد هيك نجيب ألوان التوش المتوفرة عنا ونرسم أي رسمة بدنا إياها. رح نحط المواصل من الجهة الثانية مثل الفيديو.